السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. قبل ما اتكلم في الفيديو اللي انا جاي ان انت قريت العنوان بتاعه دلوقتي، انا حبيت ادردش معاك بس حاجه بسيطه. اتمنى انك تسمعني، واتمنى انك يعني تفتح لي كده ودانك، صدقني فعلا فعلا هتستفيد قوي ده رجاء طبعا. بص، انا عارف انك عايز تخس، او انا كمان نفسي اخس، كلنا عايزين نخس وعايزين يبقى جسمنا مثالي، بس في ناس عارفة تخس ازاي وفي ناس مش عارفة تخس ازاي. انا جاي اقول لك على شوية حاجات بسيطة جدا ممكن تساعدك في التخسيس. انا عارف ان ممكن من بعض الاشخاص اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي بيبقوا عايزين يخسوا بس مش عارفين يبدأوا منين، او مش عارفين نبتدي ازاي، مش عارفين ايه اللي بيخسسنا وايه اللي بيدخلنا، ومش عارفين انا لما باجي اخس بخس فترة وبعد كده ببتدي الاقي وزني ثابت. يعني لو انا مثلا خسيت مثلا 5 6 كيلو بعد كده مثلا في خلال اسبوعين او ثلاثه، بعد كده بلاقي نفسي وزني ثابت ما بتحركش، فبالتالي بسيب الاكل، بسيب الدايت خالص او التخسيس وابتدي اكل. دي مشكله بتقابل بعض الاشخاص. انا جاي احكي معاك شويه واتكلم معاك في المواضيع دي. بص، لو انت واحد عايز تخس ومش عايز تحسب سعرات حراريه ومش عايز تعمل اي حاجه من الكلام ده كله، كل اللي عليك انك تقلل ربع اللي انت بتاكله. لو انت بتاكل طبق مكرونه قد كده، قلل شويه منه. لو انت بتاكل مثلا طبق رز او طبق مكرونه بشاميل أو, او 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 يعني مثلا حواوشي الكلام التقيل ده، او البشاميل او اي حاجه، اشرب كوبايتين ميه او الازازه اللي هي بتاعه دساني او صافي او اي حاجه، دي بتبقى 600 ملي، اشربها قبل الاكل فهتملى بطنك شويه. وصدقني الميه وسط الاكل او قبل الاكل او بعد الاكل ما بتتخنش، ده بالعكس، الميه في وسط الاكل او بعد الاكل او قبل الاكل بتملى معدتك، فانت ما بتخليكش تاكل تاني. ودي من ضمن الحاجات انك لازم تشرب ميه كتير علشان ما تخس، عشان قصدي ما تتخنش. فدي من ضمن الحاجات. الحاجه التانيه اللي جايه عايز اقوله لك، ان انت يعني لو عندك سنه رغبه او طمع، اي اكل انت بتاكله اكتب على النت. يعني مثلا اكتب على جوجل بلاي او على جوجل، قصدي جوجل اللي هو بحث جوجل، اكتب مثلا انت بتاكل مثلا مكرونه بشاميل، تقول مثلا ايه سعرات الحراريه المكرونه بشاميل، فيقول لك مثلا ايه السعرات الحراريه بتاعتها كذا، فبيقول لك ايه ما تحاولش انك تاكل منها كتير علشان سعراتها الحراريه قويه جدا، فعشان كده هي بتتخن. فانا كل اللي بقوله لك انك تعمل ايه، تقلل بس الاكل. كل اللي انت هتعمله ان انت تقلل الاكل. لو انت مثلا بتاكل طبق مكرونه كبير كده، قلل شويه منه. والتقليل ده مع الفتره الطويله، مش من خلال اسبوع او اسبوعين او شهر، التقليل ده مع فترات طويله هيبتدي يخسسك تاتا تاتا، او اللي هي ايه يعني انت جسمك بيحرق بس على نار هاديه، او انت جسمك كده كده شغال حرق بس على نار هاديه. فما تزودش، او انت ما تحاولش انك تمشي على الموضوع ده مثلا لمده اسبوع او اسبوعين، يا انا زهقت. لا، انت جسمك بيخس بس انت مش شايفه لسه، بيبتدي يخس او تبان المعدل بتاع التخسيس بعد شهرين او 3 شهور. اي نعم، انت هتقول لي ده كتير قوي، بس اللي انا اقوله لك ان انت برضو ما تخنتش في يوم وليله. انت قعدت تاكل في كريب، في مكرونه بشاميل، الحاجات التقيله دي كلها، في اكل فاست فود من بره، ما تخنتش من يوم وليله. انت قعدت تاكل فتتراكم سعرات حراريه وتتراكم 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 لحد ما لقيت نفسك انك زدت زياده طويله شويه. وللعلم بس بالشيء، لو انت عايز تخس كيلو واحد دهون مش ميه، الميه كده انت بتخسها لمده يعني في خلال اسبوعين ثلاثه تلاقي الميه اللي في جسمك كلها الزايده نزلت. اما بقى لما تيجي تخش في الدهون، فانت مثلا عايز تقلل مثلا من نسبه كيلو دهون مثلا. كيلو دهون فيه 7700 سعر حراري، 7700 سعر حراري، وليكن نقول ان انت بتستهلك في اليوم حوالي 2500، فانت هتقلل 1000 سعر حراري. انا بكلمك في معادله صعبه كده شويه، بس انا يعني اللي فاهمها ممكن يتجاوب معي. فانت هتقول لنا ايه، هقلل في اليوم 1000 سعر حراري. فلما تقلل سعر 1000 سعر حراري وهم 7700، فتقسم 7700 على 1000 سعر حراري، اللي انت هتخس كيلو دهون في 7 ايام. طب هل انت هتقلل في اليوم 1000 سعر حراري؟ 1000 سعر حراري دي زي وجبه كبيره، زي مثلا الفطار، زي الغداء، يعني غدا بيبقى اكتر شويه، ممكن تكون الفطار. فانت هتلغي الفطار علشان تخس السبع الدهون او الكيلو دهون ده. طب انت عايز تخس كيلو تاني، طب انت عايز تخس كيلو تالت، فانت كده هتخش في سايكل تقيله ودايره تقيله انت مش هتقدر تكمل، وفي الاخر هتقف في النص وايه، انا عايز امشي، انا مش عايز اكمل تاني واكل براحتي. اللي انا بس عايز اوصله لك ان رحله التخسيس رحله مش سهله، رحله التخسيس بتاخد وقت شويه. انا عشان اخس فتره، يعني عشان اخس يعني شويه كيلوهات كده،
قعدت شهر رمضان كله بالعيد يعني قعدتش حوالي شهرين او 3 شهور عمال اخس عشان اخس 6 7 كيلو. بس صدقني 6 7 كيلو بيفرقوا كتير قوي في اللبس، بيفرقوا كتير قوي في المظهر، بيفرقوا كتير قوي في الشكل، ودي حاجات كويسه قوي. اللي انا بقى جاي اقوله لك النهارده في تطبيق ذكي جدا. ده التطبيق ده لو كان موجود ايام السبعينات والثمانينات وايام الناس الزمان دي، يعني الايام الفترات الزمنيه القديمه دي، كانت ساعدتهم كتير قوي ان هم يخسوا. اللي انا جاي اقوله لك ايه، ان ده نظام اسمه او ابلكيشن اسمه فاستنج تراكر، او تتبع النظام او تتبع صيام المتقطع او صيام متقطع. لو انت سمعت عن كلمه الصيام المتقطع، فدي كلمه بتتقال ان هي صيام ان انت ممكن تصوم في عدد اوقات معينه وتاكل في عدد اوقات معينه، ومن ضمن الصيام ان انت ممكن تدخل فيه النوم، يعني انت وانت نايم فانت كده صايم، وانت يعني من يعني ده انت بتدخل النوم، يعني انت مثلا بتنام 6 7 ساعات فانت ده بتدخله من عدد صيامك. الابلكيشن اللي انا جايبه لك ده ابلكيشن ان هو بيتتبع نظام الصيام بتاعك اللي انت بتقول له ابدا الصيام، فبتضغط على ابدا الصيام فيبتدي يعني يحسب لك انت قعدت قد ايه كام ساعه صايم. الموضوع مش موضوع كده بس، الموضوع ان هو بيقول لك في اول كام ساعه انت بيحصل في جسمك كذا. ده بقى اللي انت محتاجه واللي انا محتاجه وكل الناس محتاجاه، ان انت محتاج تعرف ايه اللي بيحصل في جسمك وانت بتخس او وانت صايم. هو ده الحاجه ده اللوب ده كله، ده الكور كله اللي انت بتبقى عايز تعرف ايه اللي بيحصل جواك. يعني هل انا ماشي صح، هل انا ماشي غلط، هل ما اعرفش ايه. هو ده بقى البرنامج اللي بيقول لك انت فعلا 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 انت ماشي صح. اولا بيقول لك انت اول كام ساعه بيحصل لك كذا، والسكر في الدم بيرتفع، وحاجات كده زي كده بيكتبها لك في كل ليفل انت بتخش فيه. ما الساعات مقسمها لك كليفلات، يعني مثلا من اول ساعتين ليفل 1، تاني ساعتين ليفل 2، وهكذا. فبيبتدي يقول لك كده. زائد كمان انت محتاج تشرب ميه، فمحتاج تشرب ميه كتير لان الجسم بطبيعته بيحتفظ بالميه كتير، فبالطبيعي ان هو بيبقى جسمك زياده في الوزن في الميه، فانت بتبقى عايز تقلل الميه دي عشان تقلل من وزنك شويه، فتبتدي تشرب ميه كتير، فيبتدي الجسم يعرف ان في ميه كتير بتخش له، فيبتدي يصرف الميه اللي موجوده جوه عشان ما يحبسش الميه اللي جوه. في برضو ان هو يعمل لك تسكير بالميه، ان انت تقول له انا هشرب مثلا 600 مللي، 600 مللي دي اللي هي قد ازازه دساني او الصافي اللي هي الصغيره دي، 600 مللي، او عايز تزود تزود مفيش مشكله. وتقدر كمان تعمل التسكير ان هو يجي لك مثلا كل ساعه يقول لك اشرب ميه، عشان انت لو نسيت تشرب ميه لا اشرب ميه. وكمان يحسب لك كتله الجسم عشان يعرف يقول لك انت زياده عن طريق الطول والوزن، فيقول لك انت زياده ولا قليل ولا حاجه زي كده. وكمان يديك معلومات عن الصيام المتقطع ويعني ايه صيام متقطع. صدقني بقى انا يعني الابلكيشن هقوله لك دلوقتي، بس الفكره بقى في ايه دلوقتي؟ الفكره ان لما انت بتتابع ده كله وتبتدي تلاحظ ان انت بقيت تخس وتخس، هتبتدي تبقى طماع، تبتدي تخش تعرف السعرات الحراريه، تبتدي تخش لا انا عايز العب رياضه، تبتدي تخش لا انا عايز اعرف السعرات الحراريه ايه وعايز احسبها وعايز العب رياضه وعايز انط حبل وعايز اروح الحديد. هو ده اللي بتكلم فيه. اتمنى ان انا اكون فدتكم وانا بتكلم معاكم والله تلقائي. انا فعلا فعلا بحب اتكلم مع الناس تلقائي، ما بحبش اتصنع ولا اكتب برزنتيشن ولا اكتب سكريبت ولا اي حاجه، بس بحب ان انا اتكلم مع الناس بتلقائي. وشكرا جدا لو انت وصلت معايا الوقت ده، دلوقتي 8 دقايق و40 ثانيه، فشكرا جدا ليك فعلا فعلا. فانا هجيب لك دلوقتي الابلكيشن وان شاء الله يبقى سريع وان شاء الله تعرف تنزله ازاي. انا اسف لو انا طولت عليك، شكرا جدا ليك. ما تنساش طبعا تعمل لايك وتشترك معايا في القناه. انا اسمي محمد تحسين من قناه الشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الابلكيشن او ده التطبيق اللي انت عايز تجيبه، تروح كاتب هنا في الـ في الـ في السيرش فاستنج مثلا، وتروح دايس على كلمة سيرش اهي، وهتلاقي يقول لك ايه فاستنج تراكر اهو، فاستنج تراكر اهو، فاستنج تراكر، وتروح دايس انستول. هو الابلكيشن خفيف جدا يا جماعة، الابلكيشن عبارة عن 12 ميجا، يعني مش اللي هو الواو، يعني هو حتى نزل في لحظة اهو، يعني الابلكيشن صغير جدا جدا جدا، تقدر تنزله حتى من جوجل بلاي، واعتقد هو على اب ستور، يعني ان شاء الله يبقى موجود في موبايلات الاندرويد الايفون قصدي. وهو الابلكيشن اهو بينزل اهو دلوقتي، يقول لك انترميتنت فاستنج، يعني الانترميت اللي هو الصيام المتقطع. وعلى فكره صح العلم بالشيء، الصيام المتقطع ده من انجح الانظمه اللي مشيت على مدار التاريخ، لان زمان كانت الناس عشان تاكل لازم تنزل تصطاد، وممكن لما تيجي تنزل تصطاد ما تلاقيش فريسه تاكلها او ما تلاقيش اكل ياكلوه، فيقعدوا باليومين ثلاثه قاعدين صايمين. فكان ده الصيام الوحيد اللي كمل لحد وقتنا هذا. هندوس اوبن اهي، وده الصيام المتقطع بيبتدي بالمنظر ده كده، ستارت ناو اهي، وندوس سكيب فوق اهي وجاتت. اول حاجه خالص احنا هندوس كلوز دي، نقفل دي كمان، ندوس على ماين نقفل دي، ونيجي عند تحت خالص 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 خالص، نيجي عند سيتنجز
وندوس في حاجة اسمها language options اهي، وهندوس على كلمة العربية، اتقلب الابليكيشن اهو بالعربي، يعني بقى تطبيق بالعربي. وده اللي عاجبني في الموضوع ده قوي، الموضوع ده حلو طبعا. احنا مش هن... طبعا يعني ده تطبيق فلازم يخش له فيه اعلانات وشغل كده يعني. هنقفل اهو التطبيق، نقفل الاعلانات اهي، وهنيجي انا ونيجي اجمالي وقت الصيام طبعا، ما عملتش وقت صيام ولا حاجة. نيجي بعد كده نكتب ادخل وزنك، هقول له انا وزني 85 كيلو، ده الوزن. ادخال بياناتك، مؤشر كتلة الجسم، فانا اقول له انا طولي حوالي 174 او 173 حاجة زي كده، 174 174 174 وزني طبعا 85. فقال لي الكتلة بتاعتي وزني زايد اهو، وزني زايد. وشرب الماء، لو عايز تدوس شرب الماء اهو، بختار ابدأي الان. هقول له انا عايز اضيف، باجي اجي عند الازازة دي كده واقول له انا عايز اضيف 600 مللي، 600 مللي دي الازازة الصغيرة. واقول له الهدف اليومي بتاعي عبارة عن 4000، 4000، 4000 اللي هي 4 لتر في اليوم اهي. ولو عايز اعمل تنبيهات اهو، انبهني، اقول له الاشعار تقول لي تنبهني من الساعة 11 AM اللي هي 11 الصبح، ثواني 11 الصبح، ادوس على علامة الصح اهي، للساعة 6 عشان انا قاعد في الشغل. فبعد لما اجي من البيت، من الشغل قصدي، هبتدي بقى ايه يعني، اخد بالي بقى من البيت، او يعني قصدي يعني هاخد بالي في البيت يعني. واهو كده خلاص، ونخرج بره كده. كده احنا عملنا اشعار المية، كل ما تيجي تشرب مية تروح دايس هنا يقول لك انت كده زدت 600 مللي، وهكذا يعني. نمسحها دي كده، تمام. طبعا لما نيجي نخرج طبعا مش هنخلص من الاعلانات الجميلة يعني، دي حاجة كده بقت موجودة في حياتنا طبعا، عشان الابليكيشنز او البرامج يعني تكسب. طبعا انا مش عارف اخرج يعني، مش عارف ايه ده، اغلاق مثلا، اغلاق اهو، الحمد لله غلقت. بعد كده بقى نيجي عند الصيام. انت عايز تصوم ايه؟ هل تبتدي مثلا بصيام 14 ساعة؟ ممكن نبتدي بصيام 14 ساعة لو انت واحد مش واخد على الصيام، او صيام 18 ساعة، او صيام 20 ساعة، او وكمان تخصيص ان هو انشئ خطة صيامك وهكذا. فاحنا مثلا ممكن نبتدي بايه؟ بال 18 ساعة، لا اللي هو ال 10 ساعات، ال 14 ساعة صيام وفترة تناول طعام 10 ساعات. هنيجي مثلا كده يقول لك ايه، ابدأ الان بدء الصيام اهو، يعني انت هتبتدي من دلوقتي، او عايز تبتدي مثلا من الساعة كذا، او يعني من امس او من بكرة يعني، على حسب يعني، تحدد الوقت. بعد كده تدوس بدء الصيام، ويقول لك في خلال فترة صيامك تشعر بالتعب، يعني شوية ايه ملاحظات كده وجميلة، حاجات فعلا كويسة كده. انت الصيام ابتدى يشتغل هو عندك. هل يمكنني شرب الماء بالليمون؟ ايوه، عشان المية اهي يزيد شرب ماء الليمون ايضا بالشعور بالشبع، مما قد يساعد على كبح الجوع اثناء الصيام، اشرب الان، وهكذا. خلال الصيام، انهاء الصيام، وهكذا. دي بقى دي اللي عجباني قوي، دي اللي هتفيدك قوي، ستشعر بالرضا الطبيعي. اما بقى لما تيجي تخش مثلا في خلال من 8 ساعات ل 10 ساعات، يقول لك بعد 8 ساعات من اخر وجبه سوف يستهلك الكبد اخر احتياطي للجلوكوز، وهكذا. بعد، وانت بقى اول ما تخلص طبعا، اعلانات 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 اعلانات، ثواني بس نخرج اهي. بعد بقى ما تخلص خالص، تروح دايس على الدايره اللي في النص دي كده، يقول لك انهاء الصيام. فانت وانت بتاكل تكون قعدت 16 ساعه، وجسمك هيقول لك، او الابلكيشن ده هيقول لك ايه اللي بيحصل في جسمك في خلال الوقت اللي انت قعدته ده كله. شايفين اهو، بص تلاقي السكر في الدم يرتفع، ده الوقت المنقضي، عشان انا لسه فاتح الابليكيشن من شويه يعني، ان دلوقتي الساعه بقت 2:15، ف انا فاتح الابليكيشن من شويه يعني، ان دلوقتي الوقت المنقضي 27 دقيقه. لما باجي بضغط عليها يجي يقول لي ايه، ان الوقت ده دلوقتي انت دلوقتي في ليفل 1، اللي هو دلوقتي ده ليفل 1 اللي هو ايه، استشعر بالرضا الطبيعي خلال الساعات الاولى وهكذا، ويديك النصايح انك تعمل ايه. زائد كمان ان انت كل ما تخش في الساعات، يعني مثلا من 10 ل 12 ساعه، يقول لك متبقي احتياطات الجلايكوجين، الجلايكوجين ده اللي هو بيمد الجسم بالطاقه وهكذا. تبقى انت عارف جسمك ماشي ازاي، تبقى انت عارف جسمك ايه اللي بيحصل فيه وانت واخد صيام، مش اللي انت تبقى انت على طول متضايق، او ان انت فاكر ان انت ما بيحصلش في جسمك حاجه، لا بيحصل، بس ده بيقول لك تعمل ايه فيه. زائد بقى كمان انك بيديك بقى شويه نصايح. هل يمكن شرب الليمون؟ ينفع تشرب الليمون، لان ده بيساعد، يزيد شرب الليمون ايضا من الشعور بالشبع، مما قد يساعد على كبح الجوع اثناء الصيام،
اشرب الان، وهكذا. الاعراض خلال الصيام، يقول لك الاعراض ده. ابلكيشن تحفه بمعنى تحفه. هينتهي امتى؟ يعني انا بس فاتمنى بجد ان انا اكون فدتكم بجد، ولو في اي حاجه حضراتكم عايزين تسالوني فيها انا طبعا تحت امركم، وان شاء الله اقدر افيدكم فيها. فشكرا جدا ليكم، وما تنساش طبعا تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا فعلا محتاج دعمكم. وكان معكم محمد تحسين من قناه الشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.